قبل ما اقول لك سيرتك على كل لسان، مين اللي سرب المكالمه دي؟ ما اعرفش. ما تعرفش خالص؟ دي مكالمه واضحه. يعني انت متخيل ان انا اللي سربتها؟ يعني لا اكيد مش انت. ما اعرفش، ما عنديش فكره. انا ده اولا عمرو الجناني اصلا صديقي، وانا بتعامل بنتكلم طول الوقت على فكره، مش اول مره يعني. يعني بنتكلم، بكلمه بيكلمني، وممكن يكلمني على اولادي واكلمه على اولاده، يعني بيننا هذه العلاقه. فانا ما اعرفش مين اللي سرب المكالمه. وعلى فكره انا مش هي مكالمة ولا فويس على الواتساب؟ لا لا فويس، مش مكالمة، فويس. لا فويس. آه. يعني سايب له فويس مسج. يعني دي بتاخدها من تليفونه؟ ما انا ما عنديش فكره بقى، مش عايزه، ما اعرفش يعني. انا ما لا بفهم في التكنولوجيا. يعني اكيد الواتساب بتاعه مش مخترق يعني، ده رئيس اتحاد كوره يعني. يا سلام، وده يمنع يعني. وبعدين بقى بعدين انت جاي، انت جاي تقفل لنا. بقول لك، بقول لك انت جاي تقفل لنا الحلقه النهارده. لا انت بتسالي اسئله خبيثه. سيرتك على كل لسان بتقول انك مقتنع بنظريه المؤامره ومش معترف بمستوى الزمالك الضعيف. الزمالك مستوى ضعيف السنه اللي فاتت في نفس هذا التوقيت. هذا النادي الضعيف كان واخد الكونفدرالية، واخد السوبر المصري، واخد السوبر الأفريقي، وغالب الأهلي في السوبر، وغالبه في الدوري ثلاثة، وغالب الترجي ثلاثة، رايح جاي. بلاش الضعيف. متذبذب ولا حاجة، ما فيش متذبذب. مالك عنده أفضل فرقة في أفريقيا، دي حقيقة. أنت لما تبقي طول الوقت بتصدري للإعلام، مصدر أن 70 مليون واحد في مصر بيشجعوا الأهلي، تمام؟ ده بيترجم لفلوس، لإعلانات، لمعلنين، صح؟ صح. مع انه وقع الامر ان ده مش حقيقي، لان ما فيش اصلا ستاتستكس تقول الجمهور ده اكتر، ولا احنا عندنا بنفهم في الحاجات دي. يعني انت عاوز تقول ان الجمهورين زي بعض؟ يعني هسالك سؤال. لا يعني انت عاوز تقول سؤال ان بس جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك؟ انت بتشجع الاهلي؟ طبعا. طب بتشجع الاهلي، تقولي لي مين راس حرب اللي بيلعب في الاهلي؟ لا معلش، بشجع الاهلي بالدم. 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 طب خلاص، ما دام قلنا بالدم يبقى خلاص. لا اعرف مروان محسن وفي مش عارف، بس يعني مش فضلك الاسئله بسالها لك ما تتشالش في المونتاج. لا ما فيش حاجه هتتشال، بس طيب ما تطولش عشان احنا عندنا ساعه. طيب يلا اتفضل.